ليلة مرعبة عاشها أهالي قطاع غزة مع استمرار الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء عشرات الصواريخ والقنابل وسط حديث عن هدن إنسانية، إذ استهدفت غارات متزامنة للجيش الإسرائيلي عددا من المستشفيات داخل القطاع في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من كارثة كبرى جراء استهداف البنى التحتية. حيث شن الطيران الحربي غارات عنيفة على أحد المربعات السكنية المجاورة للمستشفى الإندونيسي الذي يأوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء، ما تسبب في إحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وحالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه في محاولة للاحتماء من القصف. كما قصف الجيش الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، حيث نصبت خيام للنازحين إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين. وفي وقت لاحق قصفت الطائرات الإسرائيلية بشكل عنيف منطقة تل الهوى بالقرب من مستشفى القدس في ظل تواجد الطواقم الطبية والمرضى وأكثر من 4000 نازح، كما استهدف قصف إسرائيلي آخر مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن أضرار جسيمة في بعض مرافقه. ورغم كل المناشدات لكف الجيش الإسرائيلي عن استهدافه للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية، إلا أنه ما زال يواصل ارتكاب المزيد من العمليات العسكرية تاركا الناس يرزحون تحت وطأة خطر الموت.